جزاكم الله خيرا. فيما إذا اعتمر عن نفسه شيخ صالح ثم خرج إلى الحج وهو في مكة المكرمة واعتمر لقريب له متوفى، ما هو تقديركم؟ هذا جائز ولكن الأفضل والأكمل أن يأتي بالعمرة في سفر مستقل، أن يأتي بالعمرة من سفر مستقل سواء كان لنفسه أو لغيره. أما إذا خرج من مكة إلى الحل وأحرم بالعمرة ودخل فهذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعمر عائشة من التنعيم، كانت في مكة وأعمرها أخرجها مع أخيها عبد الرحمن من التنعيم فأحرمت بالعمرة، فدل هذا على الجواز. لكن الأكمل والأفضل والأولى أن يأتي بالعمرة في سفر مستقل. جزاكم الله خيرا.